الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ أي شيء أخذناه في الدرس الماضي؟ مستحبات الصيام. أخذنا مستحبات الصيام منها قراءة القرآن. إفطار الفطر. إفطار الصائم. اعتكاف. كثرة التسبيح. والدعاء عند الفطر وصلاة التراويح. زكاة الفطر هذه من الواجبات. قيام الليل والاعتمار. طيب نعم غير هذا الذي أخذنا غير هذا زكاة الفطر قلنا زكاة الفطر واجب والأصل أن تخرج طعام صاع طعام أخذنا ثلاث أوقات وقت جواز قبل العيد يوم يومين استحباب فجر يوم العيد إلى صلاة العيد ووقت تحريم قبل أو بعد. نعم تكلمنا عن الاعتكاف كان سنة مؤكد واضح عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أزواج الفارس وأن نعتكف في المسائل مثل الاعتكاف الجماع وخروج الكثير ويعتكف في العشر الأواخر إذا لم يقدر يعتكف على أن أقدر ليلة أو ليلتين. نعم أي فائدة أخذناها في الدرس الماضي؟ كلها فوائد إن شاء الله. نعم التراويح صلاة التراويح وقلنا أصل أننا نجتمع ونترك القيل والقال وأن نحرص أن تكون يعني هذه الأوقات عاملة بذكر الله والشيطان يريد أن يفسد علينا الأعمال بالكلام وغيره وأخذنا أكثر ما يكون وأقل ما يكون كيفية الصلاة وما يتعلق بالصلاة. ماذا أخذنا؟ الأذكار الدعاء. نعم الفطر صيام الوجه. تكلمنا عن انواع الصيام. صيام واجب مستحب ومكروه ومحرم. الصيام الواجب صيام رمضان وصيام النذر والكفارة. نعم ابطال الصيام نعم طيب ما هي الردة مطلق كل الاعمال والاكل والشرب عندك الجماع الحجام يجيك السؤال الحجام والجماع والاستمناء والقيع عندك وقطع النية ونزول دم الحيض والنفاس. نعم الصيام المستحب الاثنين والخميس الأيام البيض وثلاث أيام كل شهر صيام ست من شوال وعاشوراء مع التاسع والحادي عشر وعرفة لغاية الحاج وصيام داود عليه الصلاة والسلام وصيام محرم وشعبان وعشر من ذي الحجة. نعم أنت الشيخ. نعم عندما يتكلم هؤلاء تتكلم يأتيك السؤال. الصيام مكروه صيام ما قبل يومين من يوم العيد. لا هذا مكروه ومحرم. أعطينا المكروه المحرم صيام يوم العيد يومين قبل العيد أو بعد والصيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد هدي ويتقدم يصوم يوم الشك أو يوم أو يومين إلا من كانت هذه من عادته. طيب والصيام كذلك رجب وصيام الدهر. نعم صيام مكروه بماذا يدعو في العشر الأواخر؟ ما عدت مكتوب عندها الموبايل كتبها. ماذا
يدعو في العشر الأواخر السنة الأولى يدعو إلى بدعة النبي عليه الصلاة والسلام والأولى يقول اللهم إنك عفو تحب العفو عفو تعيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني وقلنا فاعفو عني في بدني في مالي في زوجي في الدنيا في الآخرة تشمل خير الدنيا والآخرة صيام مكروه صيام مكروه السبت وفراد الجمعة والمرأة دون إذن الزوج لكن هذا بالنافل راهيم أي فاعل نعم صلاة العيد نعم ماذا يسمع يوم العيد قلنا في عيد الفطر يفطر على ثمرات وعلى وتر ويخرج من طريق ويرجع من آخر يهنئ بالعيد نعم التكبيرات التكبير المطلق والتكبير المقيد دفع زكاة الفطر زكاة الفطر هي مكروه ومحرم ومستحب وجائز نعم صوم رجب عدم إفراد صوم رجب يعني نعم تخصيص رجب بشيء من العبادات هذا محرم نعم صيام مكروه نعم صيام مكروه والله يوم الجمعة إفراد يوم الجمعة مفسدات الصيام مفسدات الصيام الاعتكاف شروط الاعتكاف نعم يعتكف في مسجد يكون يصلى فيه الجماعة والأولى صلاة الجماعة حتى لا يخرج نعم من قطع عن ذكر الله ولا يخرج لزيارة مريض ولا لاتباع جنائز يبقى في المسجد ينقطع عن الدنيا الغرض من الاعتكاف هو إدراك ليلة القدر ولهذا يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر وبخاصة في الأوتار ليلة تكبير يبدأ عيد الفطر من يوم من ليلة العيد المغرب إلى مغرب يوم العيد طيب ننظر في إشكال في الدرس إشكال اطلب الأسئلة إشكال شيء غير مفهوم في الدرس كل شيء مفهوم